الله بركاته. انا النهارده جبت لكم فكره جديده جدا 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 وجميله جدا جدا، مش هتخليكي ترمي زيت الطعام القديم تاني ولا هتبيعيه اصلا، هتستخدميه في البيت، حاجه جميله جدا. اعمل لك بيه زيت مطر للشعر وفي نفس الوقت زيت للايد، ملمع للايد ومرطب للايد. بصي ده اسمه زيت الشمع، بصي طبعا انا مش هحطها كلها، تمام. بصي تستخدميه ويتحط على البشره ويتحط على اي حاجه، زيت مرطب وملمع، تلمعي بيه جلد الانتريهات، جلد الطابلوه، اي حاجه. بصي تمام، من النهارده مش هترمي زيت الاكل خالص، هتستخدميه زي ما انت شايفه كده. بصي ويتحط للوش، ملمع للوش، جميل جدا، وملمع للشعر ومفيد للشعر ومغذي للشعر وقاتل للحشرات وكل حاجه. خليكي تدعي لي ان شاء الله. لو عايزين الطريقه خش على اليوتيوب هتلاقوا الطريقه كامله ان شاء الله.